تما البابات ولا اليمات يعرف وليدو يضحي يكمل مع هذيك العروسه يعني مليح ولا لا لا دوك انت وليدك او قدامك وتربى قدامك حياته كاع ما تعرفوش نعرفو تعرفو ايه تعرفو واش يحب واش يكره كي تجيك طفله وانت طفلك شفت فيها بلي كاين خصائص وليدك يكرههم فيها وما يقدرش يعاشرهم فيها واش دير تقول له ولا ما تقولوش صعيب بانوا لك امور بانوا لك امور تقول له هيا خلينا نديروا لك كلاس سوسيال كلاس سوسيال ديفيرونت انت وليد كاتي بوبولار انت وليد كاتي بوبولار مربي في حومات تاوعنا هاد الحومات تاع الجي مثلا مربي بعقليه بعقليه تعرف عقليه تاع رجله وامور بزاف منها ومن بعد غدوه وقع انجذاب مع وحده لاتيتي كما نقول احنا بكي راجي مي سوري الحال حياه تاعهم مفتوحه تحمل حياتها كيفاش تشوف انت استاذ ما تحملش حياتها مستحيل ما تقدرش ما تقدر تي تدخل تصار وانت قاعد في الدار امبوسيبل ايه وانت تجي تقول لهم بعد مع الاول عندك انجذاب من بعد واش دير لك تقول لك ما نطيب لكش انا نطيب لكش انا مش خدامه عندك انا راح تشري انا عندي اصدقاء وهذه عاشوا التجربه هذه الوالدين يفيقوا هذه حتى قروهم نسا في الاول يفيقوا لها الوالدين يفيق بيان سور تفيق انت دوك انت المستوى المعيشي لو مود دو في تاع الطفله ولا تاع الولد اللي جا ديفيرون على حياتكم هذه في الشوفه في الشوفه يقولوا يقول لك ماشي تاوعنا ناس كبار في الشوفه يفيقوا لها لا ماشي في الشوفه دوك انتيا كاين ايطاب تاع جمع معلومات وتتزوجوا هذاك برك كاين ايطاب تاع جمع معلومات شكون الناس هذوما كي دير بتيت اونكيت لازم باش تعرف بعد كي تعرف الناس هادو شكون بعد تقول شوف الطفله هادي مولفه تخرج فواياج تفواياجي وحدها تقعد بالشهر تفواياجي وحدها تدير لي ستاج في ترونجي اي معليش الدنيا تاعها مفتوحه بعد تجي انت ماتشو رجله وتقول لي تمن تزوجها اي كيش تزوج ما تقدرش انت لونتوراج تاعك ما تقدرش كيف انت يا مرتك انت هنا ومرتك في ترونجي مرتك قاعد تحوس في ترونجي وانت قاعد هنا يعني تقبلها انت قاعد في الدار ومرتك خرجت ريستورون مع صحاباتها وقاعدين سهرانين ومنا هذه من داك يشوفها الاب صح الولد ما يشوفهاش ما يشوفهاش عنده مرحله انجذاب حب كاين حب الحب اعمى اش اعمى صح